السلام عليكم خوتي خوتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم، امور بخير. اليوم جبت لكم واحد الطرطه زوينه وزيله كتجي تدوب في الفم، ومهم الا درتوها ان شاء الله غتوليو مدمنين عليها وغتعجبكم بزاف ان شاء الله. ديروها وغتردوا عليا الخبر. هنا مع المقادير ان شاء الله، عندي 300 غرام ديال الطحين الابيض، عندي شويه رشيشات الملحه، عندي واحد هزه ديال الزهر، عندي بيضه، عندي واحد 250 غرام ديال الزبده تكون بارده، عندي واحد نص كاس ديال الماء بارد، وعلى بركه الله. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا واحد 4 ديال، اللي بغى الحلاوه يدير 4 ديال المعالق ديال السكر، واللي ما بغاش انا ما كنديرهاش لان تيكون الكوفيتير وداكشي والسكر كاين في الكريمة اللوز، فما غنديش ندير ان شاء الله في العجينة. على بركة الله غنبداو ان شاء الله العجينة ديالنا. نجيب واحد الاناء ونحطو فيه هاد الطحين، نديرو فيه هاد الزبدة ديالنا اللي غتكون باردة باش غادي نخدموها مع بعير برؤوس الاصابع. غادي ندير واحد الرشيشة ديال الملحة، غير واحد الرشيشة ديال الملحة وصافي. ندير هاد الفاني هي ديال الزهر، واللي ما المهم هاد الفاني كتكون غير اختيارية، الا ما بغيتوش ديروها في العجينة حتى انا ما درتش السكر درتها هي، اختاريت انني نديرها في العجينة ديالي. فانتوما الا بغيتو ديروها في الكريمة ما ديروش، بحال بحال ماشي مشكل. غادي نعجن هاد العناصر برؤوس الاصابع ديالنا، غير هذا ما كندلكوهاش، غير كان باش ندخلوا ديك الزبده داك الطحين ندخلوه في الزبده مع الزبده. حتى كتجانس لينا هاد العناصر كلها، المهم حنا كنحسو بها ملي كنكونو كنجمعو كنحسو بها بانها كت داك الطحين ديالنا كيدخل في ديك الزبده. ممكن نرملو ديك كنحاولو نرملو ديك الطحين مع الزبده. غير بشويه بالعقل، المهم غادي ناخذ هذيك البيضه ديالي. غادي انا ديما البيض ديالي ما كنديروش نشان، كنديرو في شي زليفه ولا شي حاجه عاد كنخويه. المهم اللي جمعنا هاد العجينة ديالنا، غادي ناخدو واحد الكيس غذائي وغادي نديروها في التلاجة واحد 10 دقائق بين ما وجدنا هاد الكريمة ديال اللوز. عندنا 250 غرام ديال اللوز، عندنا ثلاثه البيضات، عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا 125 غرام ديال السكر، عندنا مربى يعني الكوفيتير ديال الفريز، وعندنا اللوز ايفيلي، وعندنا ثلاثه البيضات. غادي نخلطوا هاد العناصر ان شاء الله. بسم الله. نديرو هاد المزيانة في هاد الإناء،
غادي نزيدو على السكر 125 غرام ديال السكر، غادي نخلطو هاد العناصر مزيان تتخلط كلها، تخلط داك السكر مع داك البودرة ديال اللوز. غادي ناخدو 125 غرام ديال الزبدة، غادي نزيدو على داك اللوز باش نخلطو هاد العناصر ثلاثة. هاد الزبدة تكون بحرارة المطبخ، يعني باش ما تكون شوية ماشي باردة بزاف. نحاولو نخلطو هاد العناصر كلها مع بعضياتها. انا غادي نحيد داك الفرشيط وغادي نستعمل يدي، احسن حاجة هي اليد ديالنا. نحاولو اننا ندخلو ديك الزبدة، داك الزبدة مع البودرة ديال اللوز وداك السكر، باش داك السكر يدوب لينا. بالنسبة للكوفيتير يعني اللي بغى يدير ديال المشماش يديرو، وقلت لكم سابقا في هذا اللي بغى يدير داك فاني في هاد الخليط يديرو، ما بغاش يعني لكم الاختيار. انا درتو في العجين، ف نتوما لكم الاختيار، انا يعني على حسب كل شيء حلو قلت نديرو في العجين حسب ليا، حيت ما درتش السكر، انا ربعه ما بغيت ندير من فوق، كندير ربعه ديال معالق السكر ما درتهمش، نقصهم. كانت كتجي شويه مع الكوفيتير مع السكر كتجي شويه كثيره في الحلاوه، زايده في الحلاوه. المهم هما تجانسوا لينا العناصر ديالنا. ناخذوا البيض، غادي نديرو بيضه، نديرو وحده بوحده، غادي نهرسو وحده بوحده نخلطوها. المهم غادي نزيدو نديرو البيض، دوك تلاتة البيضات وحده بوحده. انا دي من كنديكم كنهرس البيض في شي زلافه عاد كنوضعو في الخليط. غادي نخلط كلشي هاد العناصر بالفرشيط، بهاد الفرشيط حتى تجانس لينا هاد العناصر كلها، هاد الكريمة اللوز. غادي نخلطوه بشوية بشوية حتى يتجمع لينا هاد الخليط ديالنا كله. بالنسبة للفران راني درت، قلت لكم بأنني درت سخنته على درجة 180، وهذه هي الدرجة اللي كنطيب فيها انا هاد هاد الطارت هادي. كنخليها تطيب بشوية على المهل وعلى راحتها، لان ما كتبغيش العافية بزاف، وزيدون من كتحمر من الفوق يعني كتحمر بهذيك الحرارة، هذيك الحرارة الفران. المهم بعد ما درت هذيك العجين ديالي في اللاطة دهنتها بالزبدة، وغادي ناخد هاد الجيب الحلواني ولعير داك الزيبلوك داك البلاستيك، تقدروا ديروه ماشي مشكل. غادي ناخد المربى دابا وغادي نسرحها كلها على هاد العجين كلها، وبعد ما حطيت العجين
ضروري اننا نتقبوه ونقادو العجينة ونتقبوه بالفرشيطة باش الا دخلنا حلوى الطيب ما تنفخش لينا هذيك العجينة ديال لا تارت وتخسر لينا العملية. غادي نسرحو كل شيء هذا. وبالنسبة لهذا المربى يعني الكونفيتير غادي انا درت ديال الفريز وانتوما ليكم الاختيار، كاين اللي بغا يدير ديال هذا ديال المشمش ولا اي نوع. وبالنسبة لهاد لاطارت الا بغيتو ديروها بالشوكولا ولا بشي حاجة تقدروا ديروها زعما تعمروها، يعني تقريبا فيها بزاف ديال الحشوات. غادي ناخدو هذيك الكريمة، غادي ناخدو داك الجبن الحلواني وغادي نعمروه نديرو هذا باش يعني يساعدنا شوية. ولا ما بغيتوش ما ديروش، حطوا الخليط غير بشوية بشوية وسرحوه بالفرشيط ولا بالمعلقة ولا هو كيساعد شوية وصافي، زعما ماشي بحال كيما بغيتو ديرو الخليط هكاك بلا داك جيب الحلواني ماشي مشكل. وكنتمناكم انكم ان شاء الله تجربوها، وغادي ملي غتجربوها غتعجبكم، راه كتجي زوينة ولذيذة وما تشبعوش منها. ان شاء الله ديروها لوليداتكم ولداركم وداكشي. المهم انا كنديرها كتعجب لنا الدار عندي. غادي نسرحو كل شيء هذيك الخليط في كل البلايص باش ما يبقاش يبان لينا هذاك الكونفيتير. كنحاولوا اننا نسرحوا هذيك اللوز كامل، هذيك الكريمه على كل الجوانب عفوا. غادي نجيب هذاك اللوز افيلي وغادي نزين به الحلوى ديالنا. وكنوصيكم ما تحمر ما ديروش ما تشعلوش العافيه من الفوق ديال الفران، حسن تخليوها طيب غير في هذيك درجه الحراره ديال الفران، راه غادي تحمر لكم غير ما حيت هو رقيق اللوز افيلي رقيق وما كيتحملش الحراره ديال تما اللي ديروا عليه الحراره يقدر يتحرق لكم. قلت لكم هذا تقدروا تخليه غير يتحمر غير هكا على المهل، تخليه على المهل وصافي حتى طيب. والمهم تكون بان العافيه في التحت وانتم تحطوها في الاعلى في المكان الاعلى اللي عندكم ديال الفران، تحطوها وتخليوها على المهل. قلت لكم درجه الحراره 180 بالنسبه للفران. كاين اللي كاين عنده فران غاز، كاين اللي عنده المهم كنقادو بحال هكا هاد اللوز هكا كنقادوه في كل البلايصات هكا، ما نخليوش الاماكن الفارغه كنعمروهم. هي بعد ما وجدت لينا الحلوه ديالنا طابت. المهم هي المهم انا ما عنديش ما عنديش ما تواجدش عندي الناباج، فقلت درت الكوفيتير ديال المشماش وزدت عليه واحد شويه ديال الماء الزهر، وانا كنت هنا كامله باش تعطينا واحد اللمعان في الحلوه.
وكتجي زوينه وما شهيتكم. المهم اللي عجبتكم هاد الوصفه ديال هاد الطارطه والريحه، ما نقولش لكم يا سلام يعني ريحتها كيفاش دايره. واللي عجبتكم ديروها ان شاء الله وردوا عليا الاخبار. وبالنسبه للناس اللي دخلوا عندي القناه ديالي ان شاء الله يتابونا ويديروا لايك ويضربوا الجرس، وباش ديما يطلع لهم الجديد. ومرحبا والف مرحبا لكل واحد دخل عندنا، والقناه راهي قناتكم. والسلام عليكم. هاي الحلوه ديالنا يا سلام، ما نقولش لكم كيفاش جات. يلا بالصحه والراحه، تبارك الله عليكم.